قبل أكثر من 50 عاماً. راهن على هذه الأرض رجل قال له الجميع: صحراء قاحلة لا تستطيع. لكنه وبعزمه استطاع. ومرت السنون وأصبحت هذه الصحراء واحة خضراء وبنيانا يصافح السماء ولوحة فنية غناء تسر الناظرين. كل الوسائل أصبحت موجودة التي كان يفقدها ابن دولة الأمارات أصبح يجدها هنا. إن هذه الأرض ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وإرث زايد لنا. كان يراها حاضرة أمامه، فمن واجبنا أن نصونها بالاستدامة. فإن تكلموا مع قادتهم يوعدهم بأحسن عن ما يرون، وإذا حال الحول وجدوا الوعد هو صحيح.